سيدنا داود النبي بركاته على جميعنا. فاعترفوا لك في الشعوب يا رب، وأرتلوا لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات وإلى السحاب حقك ألين. يا الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق كما أرسلتني إلى العالم. أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هما أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلت. أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحدون. أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني.
أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيه. ربنا موجود.